اسمي صلاح يسري، وزني 110، طولي 152 سنتي، بعاني من سمنة مفرطة والحمل اتأخر بسببها، والدكتور قال لي لازم أخس. حاولت كتير مع الرجيم ما عرفتش، فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة، وشفت الأوزان الكتير اللي عملها والحالات الصحية، عشان أنا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكبد. ورحت له وطمني ورحب بحالتي وقف جنبي، وان شاء الله هعمل عمليه قريب تكميم معده، واشوفكم قريب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا احنا النهارده في مجموعه من العمليات كتيره جدا، في تكميمات، في تحويلات. التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مسار الاس 12 هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن. الحقيقه طبعا استاذه سماح وزنها 108 كيلو، احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 160 كيلو، فوق ال 200 كيلو عشان نبتدي نعمل عمليه، لا، احنا طبقا للاعراف الطبيه كلها ان معامل كتله الجسم لو قسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكثر من 35، ونكون ابتدينا نشتكي من السمنه ساعتها نعمل العمليه. يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو وطوله 150 سنتي، ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو، فما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو. فاحنا النهارده هنوريكم اوزان كتيره جدا وعمليات كتيره، يعني فرايتيز كتيره جدا، لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنه ما تتمكن مننا، لحد ما نكون اصبنا بالضغط، اصبنا بالسكر، اصبنا بمشاكل في الانجاب، اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، لكن معظم الاوزان، ويمكن في حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم. يعني في ناس ممكن تترفد من شغلها او تطلق، يعني يمكن في ناس بتجيلنا كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعيه قد تصل الى الطلاق، ومشاكل اجتماعيه قد تصل الى يعني بيت بي بي يعني بي اجتماعيا بيبقى فيه مشكله. عشان كده احنا العمليات انقاص الوزن هي عمليات فعاله بتجرى خلال بمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم او اقل من يوم، يعني اقل من يوم ان شاء الله بتكون يعني في بيتك، بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عادي، لان هي طبعا عمليات بالمنظار. التكميم المعده من العمليات السهله، هنشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنطمنكم عليها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سم الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيارات او 7 غيارات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سم، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج.
دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنة وطولي 152 سنتي، لسه عاملة العملية حالا تكميم معدة مع دكتور كريم صبري، وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام، واي حد حابب يعمل العملية ما يخافش، ما فيهاش خطورة وكله تمام. وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية، ومهما اقول مش هقدر اوصف شكري لدكتور كريم صبري. وزي ما كنا مع بعض النهارده شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم معده، هي عمليه سهله بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، هي بقى لها فتره قصيره جدا ما بعد العمليه. انت بقالك قد ايه تقريبا؟ بقى لها ساعتين، المفروض بتتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بتبتدي تشرب، تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعه بتبتدي تروح البيت. احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعيه بسكر دايت وعصائر بيور لمده اسبوع 10 ايام. بعد كده ال 20 يوم بقيه الشهر الاول بنمشي على اكل يعني يفضل ان هو يكون ممضوغ كويس جدا، بندي لهم تعليمات واضحه جدا. ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام، يعني بكره تروح بالسلامه البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا، لو في اي شغل ممكن تسوق، ممكن تتحرك، ممكن يعني تمارس حياتها الطبيعيه عادي جدا في خلال 3 ايام. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات السمنه سواء تكميم المعده زي ما شفتوا معانا النهارده، او تحويل المسار، او يمكن عمليات اصلاح فشل جراحات السمنه السابقه، كلها جراحات تجرى بالمنظار، هي جراحات امنه،
الريهابيليتيشن زي ما انتم بتشوفين جميل جدا، يعني الامور عاديه جدا، ما فيش فتح جراحي خالص، احنا كل العمليات بتجرى بالمنظار، حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيره زي ما هتشوفوا بعد شويه كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيره جدا قد لا تتعدى الساعه من بدايه البنج لنهايته. الافاقه بعد ساعتين زي ما انتم شايفين الامور سهله جدا، وبنتمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنه، وزني قبل العملية كان 110. في خلال 3 شهور بعد عمل العملية خسيت 25 كيلو، فرقوا معايا كتير في كل حاجة، في شكلي وفي لبسي وفي طريقتي وفي كل حاجة، بقيت أقدر أتحرك، بقيت أقدر أمشي، ومبسوطة جدا بالنتائج دي، ومبسوطة جدا باللي أنا وصلت له. وكان عندي روماتيزم على القلب ما بقيتش أشتكي منه، وروماتيزم على رجلي ما بقيتش أخد البنسلين ولا أي حاجة، وبشكر دكتور كريم ان هو وقف جنبي وغير لي حياتي للاحسن. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مساء الفل على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة، وعندنا ثلاث فقرات النهاردة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ومشكلة كبيرة، ستات كتير بتعاني منها، بنات كتير، وفي رجال كتير كمان، ناس كتير قوي بتبعت لي بخصوص المشكلة دي. فإحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالمشكلة دي من الدرجة الأولى. هنتكلم عن وايت ويلو اللي بيفتح الأماكن الغامقة في الجسم، يعني لو أنت عندك هالات سودا، لو أنت عندك نمش، لو أنت عندك
بقع اثر حبوب او عندك كلف او عندك اماكن في جسمك مثلا الاندر ارمز او السنسيتيف اريا او الكوع او الركب او الحاجات دي كلها فيها غمقان اللي هنتكلم عنه وايت ولو هنتكلم عنه دلوقتي بيفتح الاماكن دي من الدرجه الاولى فهنعرف معلومات اكتر عنه وهنعرف ايه هي مكوناته ونتائجه بتبان بعد قد ايه. بس اسمحوا لي ارحب بضيوفي الاعزاء اللي معايا في فقرتي الاولى. دكتوره حنان الحسيني المدير الطبي لشركه اول بيوتي. اهلا يا دكتوره حنان. ودكتوره دينا نجيب المدير التطويري لشركه اول بيوتي. اهلا يا دكتوره دينا. اهلا يا دكتوره حنان. في شكاوي كتير قوي وناس كتير يعني عددهم كبير عندنا بيبعتوا بيقولوا وبيستفسروا يا جماعة احنا عندنا اماكن غامقة في جسمنا، يا جماعة انا عندي هالات سودة، انا عندي مش عارفة ايه. مشكلة الغمقان دي مشكلة كبيرة جدا وثلاث ارباع البنات والستات بتعاني منها. انتوا جايبين النهاردة وهتتكلموا عن وايت ويلو وهو لوشن لتفتيح الاماكن دي من الدرجة الاولى. تمام. نعرف ايه هو وايت ويلو وازاي بيشتغل على اماكن الداكنة. تمام. هو وايت ويلو فعلا هو منتج رقم واحد في التفتيح يا يمنى. وايت ويلو فيه، بصي خلينا نتفق الاول نعرف مشكلة الغمقان دي بتيجي ازاي. أوكي. التصبغات الجلدية او البقع الداكنة، الهالات السوداء، اي منطقة غامقة في الجسم بتبقى نتيجة لزيادة افراز صبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد. فلما الصبغة دي بتزيد عن مستواها الطبيعي بيظهر الغمقان. الغمقان ده بيتمثل زي ما انت قلتي في البقع الغامقة، في التصبغات الجلدية، اي منطقة تحت الابط او منطقة السنسيتيف اريا البيكيني عند السيدات، او اي اثار حب شباب في الوجه برضو او وهالات سودة، كلها نفس السبب. فلوشن وايت ويلو كل مكوناته يمنى بترجع صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي، فبيبان التفتيح، بيبان قد ايه المنطقه بعد فتره من الاستخدام، حوالي 3 اسابيع انا ما ببقاش بستخدم اللوشن تاني، هو اتفتح تماما، كل المناطق الغامقه عندي اتفتحت. لوشن وايت ويلو كمان في ميزه حلوه جدا انه غني جدا بفيتامين اي وفيتامين سي، وده بيدي نضاره حيوية للبشرة. يبقى أنا بعالج التصبغات الجلدية أو الغمقان وكمان بدي نضارة وحيوية للبشرة. يعني وايت ويلو يتحط على أي مكان من الأماكن الداكنة يعمل لها عملية تفتيح للأماكن دي. طيب في طريقة بقى معينة لاستخدام المنتج ده؟ هو وايت ويلو لوشن طبعا هي عملية التفتيح دي، بس عايزة اوضح حاجة يمنى، ان انا برجع لون البشرة او اي جزء من اجزاء الجسم للون الطبيعي. تمام. عشان بس ده يبقى واضح للمشاهدين. يعني واحده اتحرقت من الشمس بالظبط، واحده خست مظبوط ولونها اتغير، واحده مثلا ركبها غمقت مثلا من السجود، من الركوع، من الصلاه او كوعها مثلا. يعني اكيد كلنا بنبقى في اول الحياه ما عندناش المشاكل دي، مع طبعاً الوقت بقى والسن والمش عارفه ايه بتظهر أكيد المشاكل. اكيد. فوايت ويلو بيرجع الاماكن دي اللي غمقت للونها الاصلي الطبيعي بالزبط. لونها الاصلي، حتى برضو كمان الهالات السوداء، النمش، الكلف، وحاجه برضو مهمه جدا جدا اثار حب الشباب. لان احنا بعد الحبوب ما بتختفي بتسيب معاها بقع بنيه بسيطه او صغيره، برضو وايت ويلو لوشن يقدر يشتغل عليها. وايت ويلو لوشن انا بستخدمه مرتين في اليوم، الصبح وبالليل. يا اما بحطه على الوجه، يعني بالنسبه لمنطقه الوجه، يا اما بحطه على الوش كله، يا اما بحطه على الاماكن اللي فيها البقع. تمام. بالنسبه مثلا الجسم تحت الابط او مثلا على الكوع، الركب، او مثلا السنسيتيف اريا البيكيني مثلا، فده انا ببتدي برضو احطه بكميه مناسبه للحته دي او للجزء اللي انا عايز افتحه. احط كتير ولا قليل؟ يعني كتير ولا قليل؟ الكميه مناسبه، انت بتحسي كل واحد يقيم نفسه بالظبط كده. الكميه المناسبه ليكي، ان انت حاسه ان المنطقه دي اتشربت تماما، يعني المنطقه انا حطيت فيها الكريم واتشربت تماما. مش فكره ان انا هفضل احط يعني مش من كتره كده، هو مش من كتره، هو مش من كتره ان انا مثلا هخلص العلبه في يوم. فاهمه قصدي؟ لا. انا بحط الكميه المطلوبه المناسبه، ان انا حاسه ان انا خلاص انا اشتغلت على الاريا كلها. مليت المنطقه كلها. بس وكرره الصبح وبالليل. صبح وبالليل بطريقه معينه يعني مثلا، ولا عادي هو بيتحط كده؟ هو لوشن، فاللوشن بيمتص بسرعه جدا، مش محتاج ان انا اقعد مثلا ادعك كتير. هو بمجرد مثلا انا عندي منطقه غامقه هنا، مجرد لما احطه او الكوع، حطيت حبه وخلاص، عملتها بتدليك بسيط وسبتها، وهو هيتشرب معايا تماما. كمان الناس اللي عندها هنا العقل دي
بالظبط، بتبقى غامقه قوي، منطقه غمقان هنا. فبرضو ممكن استخدمه. اي منطقه عندي غامقه في الجسم او في البشره حلو جدا ان انا استخدم وايت ويلو لوشن عليها، سريع الامتصاص، مش هيسيب لي اي اثار دهننه او اي اثار زيتيه او احس ان انا مش مرتاحه وانا حاطه اللوشن. طيب انا هبدا احس بالنتيجه امتى؟ بشرتي هتفتح من امتى يعني؟ هو المفروض ان هو كورس 3 اسابيع، فانا اسبوع بعد اسبوع بيبقى فيه تحسن لحد ما بوصل خالص بعد 3 اسابيع البقع، وال يعني اي بقع غامقه، الدهالات السوداء، اثار حب الشباب تختفي معايا تماما. عارفه مشكله الهالات السوداء دي كبيره جدا جدا، واكتر حاجه بتؤرقنا لان هي بتبقى فوكسنج على الوش والعين، يعني انت حاجه مركزه تحت عينك وفي وشك، فحاجه بتخلينا متضايقين. يعني انا مثلا ليه الاقي هالات سوداء او احس ان انا على طول، كمان بتخلي على طول الوش شكله بهتان، شكله ان انا مطفيه. انت ليه تحت عينك اسود كده؟ انت ما بتاكليش؟ انت ما بت ليه سايبه نفسك؟ فوايت ويلو لوشن حلو جدا 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 للهالات السوداء، لان هو بيشتغل على التفتيح من الدرجه الاولى. طيب وايت ويلو يا دكتوره حنان مرخص من وزاره الصحه المصريه. طيب. وهنشوف الترخيص معانا دلوقتي. وطبعا انت بتنصحي اي حد انه ما يستخدمش اي حاجه بدون ما تكون مترخص؟ طبعا اي حاجه بنستخدمها على الوش او على الجسم لازم تبقى مصرحه على الاقل من وزاره الصحه المصريه، لان ذا ايجيبشن مانستري اوف هيلث، والتصريح طبعا هيتعرض علينا على الشاشه. هو مصرح من وزاره الصحه المصريه بانه من اقوى مستحضرات التجميل في علاج تفتيح البشره. عايزه اقول لك برده يا يمنى تعقيبا على كلامك انه برده لون الغمقان اللي بيبقى في البشره بيبقى نتيجه لاشعه الشمس. في ناس كثيره لما بيبقى شغلها بره البيت بتغمق بفعل اشعه الشمس الالترا فايلوت ريز، فلوشن وايت ويلو بيدي نتيجه هايله جدا مع الناس اللي غمقت من الشمس، بيرجعهم للونهم الطبيعي. كمان نقطه، الاثار حب الشباب ساعات بتسيب بقعه داكنه، فمع لوشن وايت ويلو بيقدر انه يعالج اثار حب الشباب اللي هي البقعه الداكنه اللي ناتجه عن الحبوب بتاعه الشباب بتوحد لون البشره. كمان لوشن وايت ويلو فيه ميزه مهمه جدا، احنا بنسميه منتج الثلاثه في واحد. ليه؟ لانه اول حاجه قلنا بيفتح لون البشره، ثاني حاجه انه بيدي نضاره وحيويه للبشره بفعل وجود فيتامين اي وسي موجود فيه، ثالث حاجه انه ليه خواص مرطبه حلوه جدا جدا يا يمنى، انه بيقدر انه يعمل ايمولينت افكت نتيجه لانه في مجموعه من الزيوت، في زيت السيليكون، زيت البارافين، في كمان زيت جنين القمح، الحاجات دي كلها بترطب البشره، يعني لو عندي تشققات في القدمين، في الكعبين، في الكوع، بيقدر انه يعالجها تماما، وده بيبان من اول استخدام. تشققات في ستات كتير قوي عندها موضوع التشققات. بالظبط. وعايزه اقول لك بتخلي الواحد ما بيعرفش يلبس اي حاجه مفتوحه في رجله، واحنا داخلين انت عارفه في فصل الصيف، منظر الايد لما بيبقى فيها تشققات بيبقى فيها مع غمقان بتبقى مشكله جامده جدا. فبيقدر انه يعالجه من اول استخدام يا يمنى، بنحس بتحسن، بيعالج التشققات على طول، بعد اسبوع بلاحظ ان ايدي بقت او اي تشققات او اي سكين كراكس موجوده في الجسم بتتعالج تماما بنسبه 100%. طيب في عرض انتوا عاملينه على وايت ويلو، مظبوط، تقولي للساده المشاهدين العرض بتاعكم. طبعا وايت ويلو لوشن هو معمول عليه خصم حلو جدا جدا يا يمنى. اي حد حابب دلوقتي ان هو يشتري وايت ويلو لوشن عليه خصم 30%. ده طبعا يعني استجابه يعني منا كل العملاء ان شاء الله يقدروا ان هم يستخدموه ويجربوه. والحمد لله هو الفيدباك بتاعه حلو جدا، وخاصه فعلا في موضوع الهالات السوداء اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، كانت نتيجته حلوه جدا جدا، وبرده التشققات برده كان نتيجته هايله فعلا الحمد لله. بيستخدم لجميع انواع البشره يا دكتوره دينا؟ مظبوط. جميع انواع البشره، البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه، العاديه او كمان الجافه، كل انواع البشره وايت ويلو لوشن بيتعمل عليها، لان هو لوشن سريع الامتصاص، ما بيحصلوش البشره الدهنيه مثلا ما تحسش باي اثار دهننه. بالنسبه للبشره الحساسه هو معظم الانجريدينتس بتاعته طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه، ما تسببش اي التهابات للبشره او اي احمرار يعني. بالنسبه للبشره الجافه هو فيه خواص مرطبه عاليه جدا جدا جدا، فبيقدر ان اي بشره جافه تستفيد منها. أيوة. بلس كمان طبعا فيتامين اي وسي، موضوع مهم جدا جدا لانه بيحسن من الكواليتي بتاعت البشره، بتاعت جميع اجزاء جسمي، ان انا احس ان انا جسمي فيه نضاره، ان انا ناعم، ان هو سموزي، يعني ما فيش اي زي ما كنا بنقول كراكس او كده، لا يبقى كله زي يعني سموزي حلو جدا. المكونات يا دكتوره حنان طبيعيه طبعا 100%. عشان في ناس تحب قوي ان الحاجه يبقى مكوناتها طبيعيه. قول لنا ايه هي اهم المكونات اللي بتعمل على تفتيح البشره
في لوشن وايت ويلو. تمام. اول مكون عندنا يومنا هو ليكوريش اكستراكت. الليكوريش اكستراكت ده مكون طبيعي 100%. ده اكتشفوا مؤخرا ان مكون الليكوريش اكستراكت ده بيقدر انه يرجع زي ما قلنا في اول الحلقه بيرجع صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي. فبالتالي بقدر افتح لون البشره. كمان مكون تاني من المكونات هو الكوجيك اسيد او حمض الكوجيك. ده برضو مكون موجود في نبات الفطر او المشروم. فهو يعني بالاضافه لكده انه طبيعي 100% بيقدر حمض الكوجيك انه يرجع برضو صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي فبيحصل التفتيح. زي ما قلنا في مجموعه من الزيوت او توليفه متكامله من الزيوت اللي بتقدر تدي تاثير مرطب ايمولينت افكت زي السيليكون اويل اللي هو زيت السيليكون، زيت البارافين، وكمان زيت جنين القمح. وما ننساش طبعا وجود فيتامين اي وفيتامين سي اللي اتكلمنا عليهم اللي بيدوا النضاره والحيويه. فدايما بنقول ان لوشن وايت ويلو يا جماعه هو منتج الثلاثه في واحد. اول حاجه بيفتح لون البشره، بيقضي على اي تصبغات جلديه او اي بقع داكنه، بيقضي على الهالات السوداء واثار حب الشباب. كمان ليه خواص مرطبه لايمولينت افكت، يعني بيدي ترطيب في اي تشققات عندي او سكين كراكس زي الموجود في القدمين، في الكوع او في الكعب بتاع الرجل او في الركب طبعا. وكمان بنقول انه بيدي حيويه ونضاره للبشره بفعل وجود الفيتامين اي وفيتامين سي. فانا كده يا يمنى بعمل زي حاجه متكامله او علاج متكامل لاي ديفو عندي، سواء كان غمقان في البشره او تشققات او لو انا حاسه ان في شحوب في الوجه. فهو فعلا منتج سحري، وزي ما قلنا هو حاصل على تصريح وزاره الصحه المصريه، ودي طبعا اهم حاجه. وحاجه اخيره بس يا يمنى، ان هو كمان في ماده اللي هي التيتانيوم دايوكسيد، فدي اللي بتحمينا كمان من اشعه الشمس الضاره. فما فيش مشكله خالص ان انا استخدمه الصبح ونخرج في الشمس عادي. بالظبط، بالعكس انا كده بحمي نفسي. اولا انا بعالج المناطق الغامقه عندي، كمان انا بحمي نفسي من اشعه الشمس الضاره ان انا اي مكان تاني يتصاب بغمقان. بس فحلو جدا. والميك اب يعني اقدر استخدمه مع الميك اب؟ يعني في تعارض بينه وبين اي ميك اب؟ لا خالص، انت بتحطيه بس بيبقى مثلا قبليه بربع ساعه او نص ساعه على حسب مدتك، المده اللي انت هتنزلي فيها. فانت قبليها بربع ساعه بتحطيه وبتستفيدي منه تماما في التفتيح، وان انت تحمي نفسك من اشعه الشمس الضاره. فبالتالي تحطي الميك اب بشكل يعني هادي جدا ومفيش اي حاجه خالص. طيب في ناس كتير قوي بتستخدم الطرق التقليديه لازاله الشعر، دي طبعا بينتج عنها غمقان، دي حاجه معروفه لما تستخدمي الطرق التقليديه مع الوقت يحصل ترهلات ويحصل غمقان. طبعا كويس بعد لو يعني هيستخدموها يعني مضطرين. ينفع يستخدموا وايت ويلو بعدها؟ طبعا، هو وايت ويلو لوشن، انت ادام عندك منطقه غامقه او عندك انت حصل عندك غمقان او بقع داكنه نتيجه حاجه معينه، تعرضك للشمس، عملتي مثلا يعني استخدمتي اي اساليب من اساليب ازاله الشعر البشره او كده، استخدمتي مثلا المناطق اللي هي الداكنه عندنا دي بتتعرض اكتر للغمقان. فاحنا ما فيش مشكله ان انا وايت ويلو لوشن استخدمه لاي منطقه في جسمي سواء في البشره او في الجسم، ان هو يفتح لي المنطقه دي تماما ويرجعها للونها الاصلي. طيب تاني حاجه هنتكلم عنها يا دكتوره حنان، وهو منتج خاص بالسيدات وبالانسات، منتج نسائي وهو نايرينا. تقول لنا بقى هو نايرينا عباره عن ايه وبيعالج ايه بالظبط؟ تمام. هو نايرينا في بعض السيدات يا يمنى بيعانوا من ترهل عضله المهبل نتيجه لكثره الولاده الطبيعيه. لما الست بتكون مخلفه مرتين او ثلاثه فبيبقى عندها مشكله في ترهل عضله المهبل، فبنقول ان نايرينا بيقدر انه يرجع عضله المهبل لوضعها الطبيعي، يعني بيعالج او بيعمل على شد ترهل العضله. وده بيعتبر من اقوى المستحضرات اللي موجوده في الماركت. طيب الاستخدام بالنسبه للسيدات اعتقد انه بيكون داخلي وخارجي، اما للانسات فخارجيا فقط. بالظبط، لان كمان في للانسات هتقولي لي هم ما عندهمش موضوع شد الترهل للعضله، فبنقول ان هو نايرينا برضو من اقوى المنتجات اللي بتعالج البكتيريا والفطريات اللي ممكن تصيب هذه المنطقه. زي الكانديدا، زي الترايكومونس، كل الحاجات دي بتسبب التهابات، بتسبب حكه، بتسبب احمرار، بتبقى موجوده في السيدات والانسات. فبنقول ان هو منتج من اقوى المنتجات الموجوده، تقدر ان هي تقتل البكتيريا والفطريات وتقضي عليهم تماما زي الكانديدا، زي الترايكومونس، وتقضي على الالتهابات او الحكه او الاحمرار بفعل ماده اسمها الترايكلوزان. الترايكلوزان دي ماده معروفه جدا، ليها انتي بكتيريال انتي فانجل برود سبيكترم. يعني ايه برود سبيكترم؟ يعني هي مضاده للبكتيريا ومضاده للفطريات واسعه المدى. واسعه المدى يا يمنى يعني هي مش بتشتغل على نوع واحد من البكتيريا او نوع واحد من الفطريات، بتشتغل على مجال كبير جدا او وايد كل
انواع كل انواع البكتيريا والفطريات. فانا كده بحصن تماما نفسي من مهاجمه اي بكتيريا او فطريات في هذه المنطقه. بالاضافه كمان ان نايرينا بيبقى ليه ريحه حلوه جدا، فبيحارب لو في اي رائحه كريهه في هذه المنطقه، فبيقدر انه يحاربها بفعل مستخلص الورد والنعناع. بيتم استخدامه تركيز، يعني بيخفف مثلا عارفين الحاجات دي بيتم تخفيفها؟ طبعا هو بيتخفف فعلا يا يمنى. هو الغطاء بتاع نايرينا بنخففه ب 200 ملي ميه، وزي ما قلتي بيتم التشطيب فيه داخليا وخارجيا. بالنسبه للسيدات المتزوجات، بالنسبه للفتيات بيتم به التشطيب خارجيا فقط. طيب المكونات كلها مكونات طبيعيه؟ هي مكونات كلها طبيعيه. في عندنا المكون الرقم واحد اللي بيعمل على شد ترهل عضله المهبل، وهو مستخلص الالوفيرا الطبي. ده طبيعي 100%. ده بيغني تماما عن العمليات الجراحيه او الليزر او الحاجات اللي بتبقى ناتج عنها فلوس كتيره، وبرده بيبقى فيها يعني اجهاد، او ان انت تنزلي من البيت وتعملي جلسات وكده، فده بيديكي نفس تاثير العمليه وانت قاعده في البيت. في عندنا ماده الترايكلوزان زي ما قلنا، مضاد البكتيريا مضادة للفطريات واسعة المدى، ومستخلص الورد والنعناع، وده طبعا طبيعي 100%. طيب مرخص يا دكتورة دينا من وزارة الصحة المصرية؟ مظبوط مظبوط كده. فهو أدام مرخص من وزارة الصحة المصرية أي حد يقدر يستخدمه بشكل آمن جدا. عايزة بس أنوه على حاجة، يعني بالنسبة للسيدات الحوامل يفضل أن طبعا التشطيف بس يبقى خارجيا فقط. طبعا في عناية خاصة للموضوع. بالظبط بالنسبة. طيب احنا شفنا الترخيص معانا على الشاشة كامل. طيب العرض برضو شامل العرض الموضوع؟ مظبوط. نايرينا اي حد حابب دلوقتي ان هو يحصل على نايرينا، ان هو هيبقى عليه خصم 30%. وطبعا هو ان شاء الله يستفيد بالعرض، لان فعلا نايرينا مختلف تماما عن باقي الحاجات اللي موجوده، لان هو زي ما قلنا ان هو بيشد عضله او بيشد ترهل عضله المهبل، مع ان هو كمان بيديلي على كل انواع البكتيريا والفطريات اللي ممكن بتسبب الحكه والهرش. طيب اذا احنا اتكلمنا النهارده عن حاجتين من مقدمين من اول بيوتي، والاثنين عليهم خصم 30%. وده كويس جدا. اتكلمنا عن وايت ويلو الكريم الخاص بالتفتيح، مظبوط يا دكتوره حنان؟ وده اعتقد انه هيعجب ناس كتير قوي طبعاً. من السيدات. مشكلتنا رقم واحد كبيرة عندنا هو سواء كان رجال او نساء موضوع التفتيح. اي حد بيبقى عايز يفتح لون بشرته ويرجعها لونها الطبيعي، بعيد عن بقى التلوث ومشاكل التدخين ومشاكل اشعه الشمس والكلام ده كله. وكمان العرايس بقى، يعني احنا داخلين بقى اصلا على موسم الصيف بالظبط. ف يعني بتيجي احنا بيجي لنا مكالمات كتير اللي هو طب انا عروسه، طب انا استخدمه امتى، او المده الكافيه قد ايه، ان انا عايزه مثلا عندي بقع وعندي تصبغات ازاي اقدر اعالجها. فوايت ويلو لوشن طبعا الحمد لله عمل نتيجه هايله جدا جدا مع التصبغات. انا بنصح اي عروسه او اي كمان شاب مقبل على الجواز او كده، لو عنده بعض التصبغات في الوجه مثلا من اشعه الشمس، ان احنا نستخدمه في مده شهر، هيخلصنا تماما عن البقع والتصبغات. بشكركم على وجودكم معايا دكتوره حنان الحسيني، ميرسي ليكي، ودكتوره دينا نجيب، ميرسي يا دكتوره دينا. هنروح الفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Massey Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Massey Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Massey Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Massey Doro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Massey Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing,
moisturizing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masi Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين. يارا اختارت المركز الطبي علشان كانت دايماً بتحلم تكون ممثلة مشهورة. اختيار صح يا يارا، ليكي ولكل أصحابك. أنا عندي حبوب وهالات ورحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة، بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت ان انا اعالج بشرتي واشيل كل الحاجات اللي فيها. انا عملت 3 جلسات في المركز الطبي ووصلت النتيجه اللي انا كنت عايزاها وراضيه تماما عنها. بحب اشكر المركز الطبي والدكاتره اللي فيه وكل اصحابي اللي قالوا لي عليه. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. ورجعنا مرة تانية، واحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جهازين مهمين جدا في عالم التجميل. جهازين يعتبروا من أحدث الأجهزة في مجال التجميل دلوقتي، واللي بينفرد بيهم الحقيقة المركز الطبي. هو كل أجهزته طبعا تعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم، لكن لما نيجي نتكلم مثلا على حاجة زي جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر، هنقول إن المركز الطبي رقم واحد في مصر في الأجهزة دي، وعنده أحدث الأجهزة الموجودة سواء لو كان جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر. هنتكلم عن الجهازين دول بالتحديد لأنهم يعني محققين نجاح كبير قوي، وناس كتير بتسأل عنهم وعاوزة تعرف معلومات أكتر عنهم، مع ضيفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا دكتور هشام شعبان، استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي. إزيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله تمام. عامل إيه؟ الحمد لله. خلينا نتكلم عن الجهازين اللي احنا قلنا هنتكلم عنهم النهاردة. الهايفو ده من أحدث الأجهزة الموجودة دلوقتي، وفي كتير قوي مبسوطين منه يا دكتور هشام. وجهاز إزالة الشعر بالليزر، والحقيقة انتوا بتنفردوا بان انتوا عندكم احدث جهازين في السوق موجودين دلوقتي. خلينا نعرف يعني ايه هايفو. هو باختصار هايفو هي كلمة اختصارها هاي انتنستي فوكسد الترا ساوند، اللي هو موجات فوق الصوتية عالية القوة مركزة. بتشتغل ايه وظيفتها؟ ان هي بتحفز الجلد ان هو يبتدي يكون كولاجين والاستين جديد بدل الكولاجين والاستين القديم، عشان يبتدي يحصل له ليفتنج يتشد. ده شكل جهاز الهايفو اللي احنا بنستخدمه. زي ما بقول لك احنا هو بيحفز الجلد عشان يكون الكولاجين والالاستين عشان يبتدي يتشد ويرجع لوضعه الطبيعي تاني. أوكي. هو جهاز الهايفو هو ببساطه كده ان هو بيعمل ليفتنج، بيرفع الجلد المترهل وبيخلي الفاين رينكلز اللي هي الفاين والميديوم رينكلز، التجاعيد الخفيفه والمتوسطه، تختفي عن طريق جهاز الهايفو ده، عن طريق الجلسات الهايفو. يعني هو بيستخدم في شد التجاعيد البسيطه والمتوسطه عند اي حد بقى، سواء رجال او سيدات. بالظبط. بتبقى عباره عن جلسات ولا هي جلسه؟ لا، هي جلسه واحده اللي بنعملها دي بيفور وافتر ليها. شوفي ده بيشتغل على الدقن كويس قوي، ابروفد من منظمه الصحه والاغذيه الامريكيه ان هو
بيشتغل على الدقن والدبل تشين، ترهلات الرقبه بيشتغل عليها كويس قوي، بيحصل شد للجلد. طبعا النتيجه بتبقى جزء المريض بيشوفه وهو طالع من عندنا من بعد الجلسه على طول، وجزء تاني في خلال 3 شهور ل6 شهور بيحصل فيه تحسن. انتوا شايفين يا جماعه الفرق بين الصورتين؟ انا عاوز اقول لكم انه الفرق ده من جلسه واحده بالظبط، جلسه واحده بجهاز الهايفو عملت الفرق ده. يعني يا دكتور هو بصراحه هو الفرق كبير بالزبط. بس ممكن في ناس تقول لك معقوله ده جلسة واحدة تعمل كده؟ جلسة واحدة بتعمل كده، وبيفضل العيان يتحسن في خلال 6 شهور، من 3 ل 6 شهور بيحصل عن نتيجة كاملة. جزء بيشوفه هو بعد الجلسة على طول، وبيفضل يتحسن لغاية ما يوصل 6 شهور. أنا عاوز أقول لك كمان إن هو بيستمر معاه من 2 ل 3 سنوات. ياه. ليه هي الجلسة بتقعد كام ساعة؟ يعني يقعد يعمل جلسة من 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 45 دقيقة لساعة كاملة الجلسة. يعني مش 3-4 ساعات؟ لا 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 لا، من 45 دقيقة لساعة بنعمل الشد للوجه والرقبة. ده يعني دي جلسه مكثفه، ويعني نجيب النتيجه دي ده حلو. ده في ناس عندها خطين هنا ولا خطين هنا مضايقينهم، ده تختفوا في ثانيه. بيجيب فعلا نتيجه كويسه قوي، بس هو انت بتشوفي جزء من النتيجه بعد الجلسه على طول، والجزء بعد كده بيتحسن لغايه 6 شهور. طيب احنا معانا فيديو تقريبا لجهاز الهايفو. طب نشوفه يا كامل بعد اذنك على الشاشه عشان نعرف الفكره ازاي او التكنيك ازاي. اهو هو بيبقى كده. ده البروب بتاع جهاز الهايفو، وده طبقه الجلد. احنا بنقول ان هو بيشتغل على عمق 1.5 مللي، 3 مللي، 4.5 مللي. يعني ده الجهاز بنعمل ابلكيشن. هو بيشتغل على عمق كمان، مش طبعا على الطبقه السطحيه. ده اول اول طبقه بيشتغل عليها، ان هو بيدي نبضات، بيفرغ طاقه في على بعد 1.5 مللي من سطح الجلد. بنغير البروب، ده تغيير البروب اهوت. بنبتدي ندي اعمق شويه. بنبتدي ندي اعمق شويه، ده طبعا على حسب كل حاله. أي. يعني شوفي بدأ يزود العمق بتاع النبضات اللي احنا شغالين بيها، فيبتدي يدي بدل ما كان بيشد الجلد بس، لا بيشد الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد والعضلات كمان، يعني اللي تحت الجلد كمان. فهو ده التقنية بتاعته، ده طريقة شغله، ده البروب، وده مقطع من الجلد، وده بيشتغل بقى على الطبقات الخارجية والمتوسطة والعميقة. هل في بقى استعدادات معينة لموضوع جهاز الهايفو ده أو سن معين؟ بصي مفيش اي استعدادات لجهاز الهايفو، ومفيش سن، بس احنا عاده بنقول ان هو من سن 18 و20 سنه ل 50 و60 سنه مفيش اي مشكله في الهايفو. وفي ناس بتعمل هايفو من غير اي سبب، يعني ما يكونش مثلا في ترهلات شديده ولا حاجه، لا لمجرد النضاره. هي مثلا بنت عندها 25 سنه عاوزه تشد البشره بتاعتها، عاوزه تحس ان البشره افضل، بنعمل جهاز الهايفو، ملوش اي اعراض جانبيه وملوش اي مشاكل. ملوش اي مشاكل خالص، بناكد على كده، ولا ليه اعراض، ولا الوش مثلا هيحصل له حاجه، ولا اي حاجه. ولا اي حاجه خالص. بيجي بنحط كريم مخدر موضعي لمدة نص ساعة، بعد كده بنشيل الكريم، بنبتدي نشتغل بجل موضعي برضو، بنعمل الجلسات، بتقوم من عندنا، بنستخدم كريمات ملطفة لمدة 2 ل3 أيام بعدها، ومفيش أي حاجة، بينزل شغله من تاني يوم على طول، أو بتنزل شغلها من تاني يوم على طول. انا عجبني الموضوع ده جدا، واعتقد انه هيلاقي استحسان ناس كتير. بصي هو الهايفو بالظبط بيعمل شغل الخيوط بس بدون إبرة. يعني في ناس الخيوط احنا بنشتغل معاها بتدي نتائج هايله جدا طبعا، الخيوط ديت لا غنى عنها. في ناس ما بتحبش ان وفي فرق طيب بينه وبينها. طب يعني طب ايه الفرق؟ طب انا ايه اللي يخليني يعني مثلا هيجي يقول لك دلوقتي، طب انا ايه اللي يخليني اعمل خيوط وفي مثلا هايفو؟ هل في حالات بتستدعي يعني طبعاً. في ناس بتختارها للهايفو وفي ناس بتختار لها خيوط. طبعا في ناس بيبقى الموضوع معاهم كبير، فبيبقى العلاج الامثل ليهم الخيوط، لكن الموضوع اقل شويه بيبقى الهايفو. طيب في ناس مثلا يعني مشكله عندهم ان هم ما بيحبوش شكل الابره، بيخافوا من شكل الابره وهي بتخش الجلد، مع ان على فكره برضو انا عاوز ااكد على حاجه، ان تركيب الخيوط ما فيهوش اي الم ولا اي حاجه خالص. بس في ناس ما بتحبش موضوع الابره ده، فبيبقى الهايفو هو الحل الامثل ليهم. يعني وبنفكر تاني ان هو للتجاعيد او الخطوط البسيطه او المتوسطة. مش الترهلات بقى الجامده دي خيوط. دي شق خيوط، وممكن والترهلات الجامده ممكن ما ينفعش معها الخيوط، يبقى الحل الجراحي هو الامثل ليهم. يعني على حسب بنقيم الحاله بالظبط. هو حسب تقييم الطبيب للحاله بيكون ازاي. تاني حاجه عاوزين نتكلم عنها قبل ما الفقره تخلص، وبرده جهاز هايل جدا وعن تجربه ناس كتير انا شخصيا اعرفهم، هو جهاز الهير ريموفل او ازاله الشعر بالليزر. انتوا عندكم جهاز خطير يا دكتور جدا، يعني نتائجه فعلا مبهره. وبعدين في ميزه انه بيفتح المكان اللي بيتشال منه الشعر. ده حقيقي،
ده حقيقي. بصي يا منى، هو نجاح اي جهاز بيبقى على على كذا عامل. العامل الاول هو الافكاسي بتاعته، هو درجه التاثير بتاعته على الحاجه اللي احنا عاوزينها. تاني حاجه ايه الاعراض الجانبيه بتاعته. كل ما قلت الاعراض الجانبيه، ده بصي ده صوره حقيقيه من الجهاز اللي عندنا في المركز. هو ده الجهاز، ده جهاز الهايفو. ومعاه الليزر يا جماعه، ده جهاز سوري الليزر، ومعاه وحده التبريد بتاعته. وحده التبريد دي حاجه اساسيه في الجهاز، دي اللي مخليها الجهاز فعلا بيدي نجاح كويس قوي. ليه؟ لان انا زي ما بقول لك الجهاز مؤثر، ما في اجهزه كتير مؤثره، بس في اجهزه مؤثره وفي نفس، والمشكله بقى ان هي لها اعراض جانبيه. لا وسريع. بالظبط سريع، من اول جلسه الواحد يشوف نتيجه كويسة. بس مش معنى كده انه يقف، لا طبعا، أو لا يبطل. احنا بنعمل الموضوع ده في جلسات. وكل ما كل ما احنا بنشوف ان هو محتاج جلسات اكتر بياخد جلسات اكتر عشان يدي النتيجه المطلوبه. ما هو انا ممكن اعمل جلسه وبعد كده يخف شويه الشعر بس يرجع مره ثانيه، لا احنا بنعمله على جلسات بيدي نتائج هائله جدا. بصي هو اقل جهاز موجود في السوق في الاعراض الجانبيه بتاعته. معظم المشاكل بتاعت اجهزه الليزر الحروق. يعني في ناس يقول لك انا رحت اعمل ازاله شعر وحصل لي حرق. ده ما فيهوش الكلام ده، لا ده ما فيهوش الكلام ده، لان معاه من احسن وحده تبريد موجوده في الاجهزه اللي موجوده في السوق. تاني حاجه، بالعكس ده بيفتح. بالظبط. تاني حاجه بقى انا عاوز اقول لك ان الجهاز ده بيفتح فعلا الاماكن اللي فيها ضرر. انا شفت بعيني نتائج. بالظبط، عشان كده انا بتكلم، انا شفت بعيني نتائج الجهاز بتاعكم بتاع ازاله الشعر. ده بيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها فعلا، ده حقيقي، بدون اي تقشير وبدون اي حاجه. يعني هو بيدي دبل اكشن، بيشيل الشعر فعلا وبيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها. والموضوع بيبقى جلسات بقى عشان نعرفهم. يعني اشرح لهم موضوع ازاله الشعر بالليزر ده بيتعمل ازاي، وهل في استعدادات معينه، هل في محاذير معينه بعدها. واحنا طبعا دي صور اللي احنا دي صور طريقه شغل الجهاز. طبعا هو اي حاجه بيبقى ليها استعدادات، ان احنا المفروض بنبقى شايلين الشعر بشفره مش بسويت ولا كريمات. بنستخدم بعد الجلسات ازاله الشعر، المفروض ان انا ما بشيلش الشعره دي تاني مره تانيه. في ناس ممكن تشيلها بملقاط او اجهزه تانيه اللي هي بتشيل الشعر، ده ما ينفعش. لان ده طبعا بيقلل تاثير الجهاز. احنا الجهاز بيشتغل على الماده الصبغه اللي موجوده في بصيله الشعر، هي بيموتها عن طريق ايه؟ الطاقه اللي بيفرغها فيها. فانا لو شلت الشعره بعد ما ضربتها بالليزر، فانا بسمح ان هي تكون شعره تانية مكانها. فطبعا ده ممنوع خالص. ان انا يعني خليني اقولها لهم ببساطه، اي حد عاوز يعمل او مقبل او هيقبل على جلسات ازاله الشعر بالليزر، اول حاجه يعملها انه الشعر قبل ما يروح ما يتشالش بالطرق التقليديه اللي انتوا عارفينها. بالزبط. يتشال عن طريق الشيفينج او الشفرات، بحيث انه الجدر يفضل موجود. لانه جهاز الليزر بيستهدف الجدر بتاع الشعرايه، فاذا لو شلناها بالطرق التقليديه طبعا هنشيل الجدر فمش هتجيب نتيجه. تاني حاجه، لما تعملوا لو بداتوا في الجلسات ممنوع استخدام الطرق التقليديه برضو، خلاص يعني ما نستخدمهاش خالص، بيبقى برضو الازاله عن طريق الشفرات او الشيفينج. هو مش هتحتاج ان هي تستخدم شفرات، لان هو اوريدي بيقع بعد شويه. لو بين الشهر يعني لو طلعت كام شعرايه بين الجلسه والثانيه ما تتشالش. يعني اهم حاجه تحتفظوا بالجدر، عشان في الجلسه اللي بعدها الليزر هيشوف بيشوف الجدور. هو الليزر بيشتغل على الصبغه اللي موجوده في الجزء في بصيله الشعر نفسها. وعشان كده دايما نقول ان هو بيشتغل على الشعر الغامق الاسمر والجراي بدرجه اقل شويه، الشعر الاصفر بيبقى بدرجه اقل خالص، الشعر الابيض للاسف الليزر ما بيشتغلش عليه. فاحنا بنشتغل دايما على البصيله بتاعه الشعر، فعشان كده ما نشيلش البصيلات الشعر بالطرق التقليديه اللي احنا عارفينها. طب وكويس جدا، لانه انا اعرف انه الليزر صديق الشعرايه السمراء. بالظبط، التخينه. بالظبط، فمعظم الشعب المصري عندهم الطبيعه دي انه الشعر اسمر وتخين، فده معنى كده انه هيجيب نتيجه هايله جدا مع الليزر. ومش مهم كثافته على فكره، يعني مهما كانت كثافته، مهما كنت مشعره مثلا او شعرك اسمر او بتتشال احسن من اللي شعرها كمان فاتح ومش مشعره بكتير. وعلى فكره احنا الجهاز اللي عندنا في المركز بيشتغل على تايبس كتير قوي من الجلد. يعني في اجهزه بتشتغل على بعض الانواع الجلد الفاتحه بس او الخمريه، لا احنا عندنا الجهاز عندنا بيشتغل على درجات كبيره من انواع البشره. دي ميزه كويسه قوي في الجهاز اللي عندنا، يعني بشره فاتحه، بشره غامقه. بالظبط، ما فيش مشكله فيه خالص، بيجيب نفس النتيجه. بيجيب نتائج كويسه جدا مع جميع معظم انواع السكين تايبس. طيب في ناس بيبقى عندها مثلا في ظهرها
شعر كتير او في اماكن مش متعارف عليها برضو بيتعمل للمساحات الكبيره اقصد. بيشتغل على كل الشعر. احنا عندنا باكج كامله للموضوع ده في المنطقه, وفي بنشتغل باكج فول بودي هير ريموفال بيشتغل على فول بودي. بالظبط. طيب دي بتبقى جلسات يا دكتور جلسات. هشام علشان الناس تبقى فاهمه. مش جلسه, في ناس فاكرها جلسه. لا مش جلسه, ما ينفعش. مش زي الهايفو, الهايفو دي جلسه. لكن الليزر لا, بيبقى موضوع جلسات شويه. جلسات يعني. وبعد كل مده ما نبعد الجلسه عن الجلسه, يعني بنبعد الجلسات عن بعض. كل ما بنعمل جلسات اكتر كل ما بيبقى المسافه بين المده بين الجلسه والجلسه بعيده شويه, لغايه ان احنا ممكن نوصل بعد كده سنه ويمكن اكتر من سنه عشان نعمل جلسه. بشكرك دكتور هشام على وجودك معانا النهارده, ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل, بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. مي حاولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة, بس كان الفشل عنوان كل محاولة. سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها, وفعلا أخذت الخطوة الأهم في حياتها. وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي. جربت حاجات كتير من نفسي وزرت دكاترة كتير بصراحة, فالنتيجة ما كانتش تمام. فأصدقاء كتير قالوا لي زوري المركز الطبي وإن شاء الله هتلاقيه. عملت أكتر من جلسة بصراحة, والنتيجة كانت زي ما أنتم شايفين. أنا مش مصدقة بصراحة, يعني التجاعيد راحت وراضية جدا عن نفسي وشكلي. أنا حاسة أن أنا مستريحة نفسيا, وبشكر جدا المركز الطبي وجزاهم الله خير بصراحة, بذلوا مجهود كبير بس النتيجة ممتازة جدا. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة, بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة, اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم, يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر, أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير, منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم, لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.
واخيرا بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جدا في مصر والعالم العربي وبنات واعمار مختلفه خالص يعني من 18 ل 50 60 70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات اكتر. طبعا في شريحه كبيره جدا عرفت ماسي واتعاملت معاه وجربته, وفي ناس تانيه لسه ما تعرفش او عاوزه تعرف معلومات اكتر عنه. ايه الكريم ده, ايه الكريم اللي بيرجع شكل البشره 10 سنين ورا, ايه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعه البشره دي كلها, يعني هل في حاجه كده ده سحر ولا حقيقه؟ هو طبعا حقيقة عن بشهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جدا. فاحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن ماسي دوروجولد مع ضيفتنا العزيزة دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة؟ أهلا بيك يا يومي. عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يعني اعتقد ان كل الناس بقى عندها خلفية ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا عارفين, بس طبعا في ناس كتير قوي لسه ما تعرفش, في ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعا أكيد. فعاوزين نقول لهم إيه موضوع ماسي دوروجولد, إيه سر ماسي دوروجولد, إيه الانتشار الرهيب اللي انتوا عاملينه ده, إيه النجاحات الكبيرة دي؟ يمكن يعني أقولك إيه, نص ستات مصر والوطن العربي جربوا أنا ماسي. أعتقد أكتر كمان. أعتقد أنا كمان لأننا كله طول ما أنا ماشية في أي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه. فيعني الموضوع اتشهر بشكل كبير جدا. ماسي دوروجولد فعلا اتشهر بشكل كبير, حقق نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا يا يمنى. احنا في الماركت بقالنا سنتين ونص, فعلا لقى شهرة أكتر من منتجات بقالها سنين طويلة. ليه ماسي نجح النجاح ده؟ ليه ماسي اتشهر الشهرة دي كلها؟ لأن ماسي دوروجولد يا يمنى الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون. ماسي دوروجولد الوحيد اللي بنعتبره كورس كامل لعلاج كل عيوب البشرة من علامات التقدم في السن. ماسي دوروجولد اتصنع في 6 سنين أبحاث عشان يقدر يلائم كل أنواع البشرة, يقدر يلائم كل ألوان البشرة. ماسي دوروجولد الوحيد وانه من اقوى منتجات التجميل في العالم لعلاج التجاعيد اللي بتقرقنا كتير جدا, لعلاج الهالات السوداء, لعلاج تصبغات الجلد, اثار حب الشباب, لعلاج اي بقع ناتجه بقى عن الشمس, عن اثار حب الشباب او عن حب الشباب او حتى عن كوزماتكس. احيانا بيبقى في كوزماتكس بتعمل حساسيه في البشره بتبقى حمراء وبعدين بتقلب الحمار ده الغامق. ماسي دوروجولد بيعمل يونيفاي سكين كولر, يعني بيقدر يوحد لون البشره ويفتحها بشكل كلي يعني بشكل كده. ماسي دوروجولد الكريم يقدر يشد الجلد. يبقى ماسي دوروجولد عشان كده نجح النجاح ده, لانه فعلا الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن, ومش بس الستات, للرجاله كمان. يعني ماسي دوروجولد ملائم لسيدات ورجال. بنات الصغيره في السن ليه تستخدم ماسي دوروجولد؟ عشان تدي نضاره حلوه قوي. يمكن بنات صغيره لسه ما عندهاش تجاعيد, لسه ما عندهاش هالات سوداء, لكن وشها مطفي. وانس ان وشها مطفي كاريزمتها بتقل جدا, فاحنا عايزين حتى البنات الصغيره يبقى عندهم طله حلوه وكاريزما حلوه بماسي دوروجولد. هي الكاريزما دي, هي الفكره في الكاريزما دي. يعني انت ممكن تلاقي واحده حلوه زي القمر وما عندهاش كاريزما, صح, بايخه ما عندهاش كاريزما. ممكن تلاقي واحده تانية لطيفه ويعني مش بجمال التانية بس وشها كله كاريزما وجاذبيه ونور, صح, واشراقه. فهو ده اللي احنا بنقوله, الكاريزما اهم بكتير من انه يبقى شكلك حلو, ان يبقى عندك كاريزما. ويا سلام بقى لو شكلك حلو وعندك كاريزما, دي قصه تانية خالص, ده موضوع اخر. بس ماسي بيعمل الكاريزما دي, بيعملها ازاي؟ ان هو بينور الوش يا دكتور, بيحلي. يعني انا الكلمه اللي سمعتها كتير من ناس كتير, انا شكلي حلو. لا, واحنا على طول يا يمنى بنقول ده ماسي, ان ماسي دوروجولد شعاره الاساسي انه يقدر يخلينا نبدو اصغر سنيا او شكليا 10 سنوات. عندي عملاء بيستخدموا ماسي دوروجولد من الستات بيقولوا لي يا دكتوره دي انت بتقولي لي احنا هنصغر 10 سنين, انا حاسه اني صغران 20 سنه. فهو عشان كده بيحل. يعني ايه ماسي دوروجولد يقدر يصغر في سن البشره شكليا 10 سنين؟ يعني لو انت مثلا متصوره صوره زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلا, وشك مشدود ما فيهوش تجاعيد, حتى وانت بتضحكي كل ده مفروض, وحتى وانت بتعملي كده ما عندكيش ال 111. بعد فتره ما بتيجي تصوري بتلاقي بقى مشاكل بقع, مشاكل هالات سوداء, كل الحاجات دي. وبعدين بتقعدي بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي. مش مشكله الصوره, المشكله انت لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبقى شكلك عامل ازاي. صح. على طول بقول الست مهمه قوي وهي نازله رايحه شغلها
يبقى شكلها كويس. راح تعمل انترفيو في الشغل، على فكره المظهر من اهم حاجات اللي تقدر تتقبل في شغلها. نازله مع خطيبك لازم تبقي شكلك حلو جدا. وعلى فكره رجاله كتير قوي ما بتحبش الميك اب الاوفر. يعني يعني يقولها، وفي ناس ما بتحبش الميك اب خالص. انا قبل كده خطيبي قال لي ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، مره قلت احط ميك اب، قال لي شكلك من غير ميك اب احلى بكتير. ففي فعلا رجال كتير يا يمنى ما بيحبوش الميك اب الاوفر. فتعمل ايه بقى؟ تقول لك انا بحط الميك اب عشان اداري عيوب. فهو خطيبها مش عاجبه الميك اب، فهي ماسي دور جولد فعلا بيدي نتيجه حلوه قوي. على طول بقول احنا داخلين في موسم افراح، فمحتاجين ان احنا نستخدم ماسي دور جولد عشان نديها الطله الحلوه حتى وهي قاعده في البيت. اكيد انا قاعده في البيت مش هحط يعني معاها، نستغنى عن الميك اب خالص بنسبه كبيره جدا طبعًا. يعني هتبقى شويه ماسكارا كفايه وشويه روج كده بس كفايه قوي. بس عايزه اقول حاجه، عشان كتير عملاء بيكلمونا دلوقتي بيسالوا على العرض. العرض للاسف انتهى، احنا قعدنا فتره طويله جدا، كنا المفروض هنقعد اسبوعين، مديناها لاكتر من شهر، والحمد لله عندي عملاء كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز، بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم اقول للساده المشاهدين بيتفرجوا عليه. يعني ده خبر هيزعل ناس كتير. ماسي اتعرف بانه كريم الذهب، وان الذهب مكون اساسي من مكوناته. واي حد بيحطه بيشوف كمان الذهب طبعا. يعني طبعا الذهب طبعا حاجه فخمه جدا ان هي تبقى في كريم، علشان كده هو فخم. يعني أكيد. هو انا بعتبره كريم من افخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها. صح. فقول لنا بقى ايه المكونات الاساسيه فيه غير الذهب؟ غير الذهب عندك الكافيار. الكافيار مهم جدا يا يمنى، الكافيار فيه خير البحر كله، فيه معادن احماض امينيه مضادات اكسده. طب الكافيار هيعمل ايه في بشرتنا؟ احنا بناكله. فاولا بيبقى طعمه حلو قوي، ثانيا طبعا بيغذي جدا. الكافيار على البشره اهم، لان كل الاحماض الامينيه والبروتينز بتحطيها دايركت على بشرتك. يعني كتير يقول لي خلاص احنا هناكل كافيار ويبقى بشرتنا حلوه، او بال ما بينزل كلكم بقى 20 كيلو كافيار. انت عارفه الجرام بكام دلوقتي كافيار؟ يعني طبعا. يعني لو قعدت في اي مطعم بالمعلقه الكافيار دلوقتي طبعًا. ماسي دور جولد ال 120 مللي كله كافيار. الكافيار انتي رينكل، يعني يقدر يعالج التجاعيد. وايتنينج ايفكت، بيعمل وايتنينج ايفكت عالي جدا، يعني يقدر يعالج هالات سوداء، يقدر يعالج اثار حب شباب، يقدر يغنيكي فعلا تماما على الميك اب. كمان بيحتوي على الانتي اوكسيدنت، يعني بيعالج، وبعد ما بيعالج بيعمل وقايه من ظهور المشاكل دي تاني. فدي اهميه الكافيار. عندك الفيلر، ماسي دور جولد بيحتوي على فيلر بدرجه عاليه جدا. الفيلر ايه اهميته غير انه بيعالج التجاعيد؟ بيعمل رطوبه عاليه قوي يا يمنى. يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا عن عن الفيلر والبوتوكس في حاله التجاعيد السطحيه، بيغني تماما عن الفيلر والبوتوكس. على طول بقول في التجاعيد العميقه بنصح باستخدام ماسي دور جولد مع الفيلر والبوتوكس. يمكن في سيدات كتير عندها تجاعيد عميقه وبتقولي دكتوره دينا انا مش عايزه الجا مثلا للحقن، ان انا كل ست شهور لازم ارجع احقن، بقولها تستخدم عبوتين من ماسي، لان التجاعيد العميقه بتحتاج فتره اطول. لان كتير يقول لي طب انا دلوقتي جبت ماسي هحطه النهارده الصبح الاقي وشي مشدود ومفيش تجاعيد. النتائج دايما بيسالوا على النتائج بتبان بعد قد ايه؟ ماسي انت اول شهر بتشوفي نتيجه. اول شهر بتشوفي تحسن، الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، الشهر الثالث بتشوفي تحسن اكتر بالنسبه للتصبغات والتجاعيد. بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشك اتعالج تماما. ماسي دور جولد بيكفي قد ايه؟ بيكفي 6 شهور. لكن نتيجه النضاره والنعومه واحيانا شد البشره من اول الاستخدام. طيب هي 6 شهور هي كبيره مش أطلع. صغيره أطلع. يعني هتكفي ال6 شهور طبعا. طيب هل في طريقه معينه لاستخدام ماسي يا دكتوره دينا بما انه منتج فخم؟ في طريقه معينه؟ هو سهل، انا على طول بقول ماسي دور جولد السهل الممتنع. ماسي كريم بيتحط يوميا صباحا ومساء، عايزين نحطه مره واحده بس، بنفضل مساء. ليه مساء؟ ليه؟ عشان انت بتبقي راجعه من بره وبتنامي وبشرتك تبقى مرتاحه، فتقدر تستفاد من ماسي دور جولد بكميه عاليه جدا. زي ما احنا شايفين الموديل على الشاشه دلوقتي، هي هنا غسله وشها، انت بتضغطي 3-4 ضغطات على كف ايدك، بتوزيه على وشك كله، ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبه. هل ماسي دور جولد مناسب لتحت العين؟ مناسب جدا، لانه بيعالج التجاعيد والفاين لاينز اللي تحت العين، وكمان بيعالج الهالات السوداء، فما ننساش تحت العين. كتير بيسالوني كمان عن المسامات الواسعه. ماسي دور جولد بيحسن المسامات الواسعه لانه في استرنجنت ايفكت. كمان بيسالوني عن التهدلات اللي تحت العين، ماسي دور جولد بيقدر يحسن التهدلات اللي تحت العين لانه كمان بيشد الجلد وبيمتص بسرعه. طبعا. يعني للبشره الدهنيه يكون لطيف جدا.
هايل للبشره الدهنيه. طبعا ليه ماسي دروجولد بيمتص بسرعه؟ كل العملاء اللي استخدموا ماسي دروجولد عارفين ان هو بعد 5 دقائق انت مش حاطه كريم وشك فيه رداره بس مش حاسه ان وشك مزيت. نتيجه ان ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، يعني كل الجزيئات صغيره جدا تقدر تخترق السكين بارير وتقدر تخترق طبقات الجلد. كمان ماسي دروجولد اكوا بيز مش اويلي بيز، يعني يقدر يمتص كويس جدا. ماسي دروجولد مش بس مناسب للبشره الدهنيه، كمان للبشره الجافه والبشره المختلطه ايضا. طيب نروح لتقرير، يلا يلا اتفضلوا. ماسي دروجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. شفنا في التقرير ان لكم فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليكم كمان ارقام كتير. هتقولي لي الفروع فين والتواصل معاكم بيكون ازاي؟ الشركة الرئيسية بتاعتنا، الشركة الأم، متواجدة في إيطاليا، شركة ماسي فارم إيطالي. عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم إيجيبت مقرها القاهرة مصر. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جولف مقرها جبل علي دبي الإمارات. عندنا شركتنا التانية في دبي ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات. قريب هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقرها ولاية فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية. نقدر نتواصل فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس السوشيال ميديا صفحاتنا اللي على الفيسبوك. ماسي دروجولد مش موجود في الماركت خالص لان كتير بيقولوا لي بننزل ندور عليه. ماسي دروجولد حصري لشركه ماسي فارم اللي ارقامها ظاهره على الشاشه. طيب يا دكتوره دينا، وكمان ماسي مرخص من 3 اماكن. ايوه مش مكان واحد، 3. يعني كل مكان اصلا من دول صعب جدا انه اي حد ياخد ترخيصهم لان هم في دقه شديده جدا. فيري ستريكت. فانتوا واخدين 3 حاجات. اول حاجه على طول ببتدي بيها وزاره الصحه المصريه. يعني ماسي دروجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، وعلى كل علبه من علب ماسي دروجولد ورا العلبه رقم الترخيص، وترخيص ظاهر على الشاشه دلوقتي كمان. تاني حاجه، ماسي دروجولد متصنع في ايطاليا يبقى مترخص من دول الاتحاد الاوروبي. كمان تالت حاجه، مترخص من الامارات، حكومه دبي وشركه ماسي فارم الوحيده اللي بتعرض تراخيصها على الشاشه يوميا. وده دي حاجه كويسه جدا. ويمكن في ناس كتير قوي يا دكتوره دينا بتقول طب النتيجه هتبان بعد ماشي بعد مده وبشرتي هتتحسن بشكل كبير، هل انا مضطره بقى يعني بعد ما اخلص الكورس
ايه اللي هيحصل لبشرتي؟ يعني هجيب تاني ولا هبقى خلاص اتعالجت، ولا هي فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهر وبتروح، ولا ايه بالظبط؟ بعد ما بتخلصي العلبه يمنى انت عليكي تحافظي، يعني على طول بقول دي مسؤوليه كل حد بيستخدم ميسي دروجولد، ان كل ما بتحافظي كل ما النتيجه بتطول معاكي. ميسي دروجولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجه، ان الفيلر والبوتوكس انت بتشبعي بشرتك بالفيلر مره واحده تحت الجلد، لكن ماسي دروجولد انت ال 120 مللي فيهم فيلر، فانت بتشبعي بشرتك يوميا لمده 6 شهور بالفيلر. فانت بعد ما بتخلصي الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماسي دروجولد، فبتقعد فتره طويله وشك كويس جدا ورقبتك، لكن كل ما بتحافظي انك انت تنزلي الشارع مثلا في شمس قويه جدا تحطي واقي شمس، دي حاجه مهمه. ما ننساش نشرب ميه، الجانك فود برده ساعات بيأثر. فانت كل ما بتطولي الموده بتاعت انك انت تحافظي، كل ما نتيجه ماسي دروجولد بتبقى احسن واقوى معاكي. لكن عايز اقول لك انا عملاء كتير مش بيستنوا وحيات ربنا، يعني فعلا عندي عملاء كتير قبل ما العلبه بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتوره دينا ابعتوا لي النهارده عشان فاضل ان انا احط النهارده بالليل بس. فلازم العلبه الجديده تبقى معايا عشان مش دونت سكيب يوم يعني. يعني كتير يقول لي طب يا دكتوره دينا انا احطه مره في الاسبوع، عايزاه يفضل فتره طويله معايا. ينفع ما ينفعش يعني على طول اقول ما ينفعش، ده كورس لازم يتحط كل يوم. لكن لو نسينا يوم مش قضيه، لكن مش 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 ناخد على جده. وبعدين الحلو في ماسي انك انت بتحطيها مره يا مرتين، مش زي انك انت مثلا تبقى عندك 50 حاجه تحطيها. انا في دي مع كل الستات ان لازم تنسى، لكن ماسي 56 مكون، ال 50,000 حاجه اللي موجودين في التسريحه اختصرناها في علبه واحده، فدي حاجه سهله. فمش معنى ان احنا عملنا لك حاجه سهله جدا انها كمان تتنسي، فلازم يتحط يوميا لمده 6 شهور. نسينا مره ما فيش مشكله، نعيد تاني. بس هو المقصود ان عبوه واحده بتكفي لجميع المشاكل، يعني هي متصنعه لان هي تعالج في خلال الست شهور دول المشاكل البشره كلها، مشاكل علامات التقدم في السن اللي بتقرقنا جدا، والمشاكل اللي قدر يعالجها ماسي دروجولد مكتوبه على العلبه السكس اكشنز. لكن مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا، البهاء لا، لكن العلامات التقدم في السن وان احنا نصغر طبعا يقدر يعالجها. بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا. شكرا لضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. حلقتنا خلصت، تقدروا تتواصلوا معايا او تبعتوا لي اي اسئله على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتولي على الصفحه دي. بنقابلكم يوميا 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا، والحلقات كلها موجوده على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف
ومقرها دبي الإمارات. ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.